في مستشفى الأمراض العقلية سأل الطبيب أحد المرضى، قال له: هل تستطيع أن تخبرني نحن في أي يوم؟ قال له المريض: طبعا، اليوم هو الجمعة. قال الطبيب: صحيح، وغدا ماذا سيكون؟ قال المريض: سيكون الجمعة أيضا. فقال له الطبيب: إذا كان اليوم جمعة وغدا كذلك جمعة، متى سيأتي يوم السبت؟ أجاب المريض: السبت يأتي عندما يختلف اليوم عن الأمس، عندما نشعر أننا تقدمنا خطوة للأمام، عندما تكون عدالة اليوم أكثر من عدالة الأمس، وظلم اليوم أقل من ظلم الأمس. عندها فقط أيها الطبيب سيأتي اليوم التالي.